معنا. إذن ضمن صفقة تجارية قامت بها تونس والجزائر لتفادي النقص الحاصل في مادة السكر، تصل اليوم شحنة من السكر تبلغ 20 ألف طن عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، حسب تأكيد نبيل القاسمي رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة بالكافة، الذي أوضح أنه تم استكمال كل الإجراءات الديوانية لوصول الشحنة. ومعنا وللتوضيح معنا عبر الهاتف السيد فخر الدين أولاد محمد، مدير مركز مستشار لدى ديوان التونسي للتجارة. سيد مرحبا بك سيد فخر الدين. مرحبا بك. إذا متى تصل شحنة السكر، وهل ستفي بالاحتياجات وبالمطلوب، خاصة وأن مادة السكر حاليا مفقودة تماما في مخازن الديوان؟ أتوا في معبر سيد يوسف، نترقب في دخول 25 شاحنه من شقيق الجزائر، تقريبا تغلق الديوان الجزائريه، فهمتني، حوالي 750 طناطا، فهمتني، وباش تولي على التوالي كل يوم، فهمت الله، 60 كاميون. هل ستفي بالحاجه؟ ان شاء الله ان شاء الله. لمده حوالي 20 يوم اعتقد، 20 يوم. إذن مع وصول الشحنة متى ستتم عمليات التزويد، وهل سيكون ذلك بشكل آني أم سيتطلب الأمر المزيد من الوقت؟ لا لا يتطلب الأمر المزيد من الوقت، كوننا احنا نستنوا أول كاميون يدخل، أول شاحنة تدخل لحدود المركز الجزائر تاع الديوان، نمشوا ناخذوا عينة باش نجوا ناخذوها مباشرة اليوم، طلب توصل التحليل، وممكن غدرة الشاحنات توصل الرادس عبر مركز خزن التوزيع برادس وقتا للبيع مباشرة. إذا السيد فخر الدين أولاد محمد، مدير مركز مستشار لدى الديوان التونسي للتجارة، شكرا لك على التدخل معنا في الأثناء.